غرير العسل. ربما يكون من الصعب أن نجد حيوانا أكثر شراسة وعدوانية من غرير العسل، فهو لا يتوانى عن مهاجمة أي حيوان حتى ولو كان كبير الحجم مثل الأسد. يتميز الغرير بجمجمة ضخمة وأسنان حادة قوية وجلد سميك يحميه من لدغات الأفعى السامة ولسعات النحل وعضات الكلاب، وهو في الوقت ذاته فضفاض يسمح للغرير بالحركة بحرية كاملة داخله، مما يمكنه من الالتفاف وعض حيوان يمسك به من الجهة الخلفية لعنقه. وفوق هذا كله له غدة خاصة عند قاعدة ذيله تمكنه من إنتاج رائحة كريهة عند شعوره بالخطر.